السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرف ازاي نمشي او نشتري داتا بيز نستخدم الاكسس. مع اكزامبل بسيط كده، ازاي ابني داتا بيز في الكليه او الجامعه. في الداتا بيز احنا عايزين نعرف يعني ايه داتا بيز. الاول داتا بيز نقدر نعرفها بنقول هي مالتي توبولوجيكالي ريليتد داتا، يعني مجموعه من الداتا اللي بينها وبين بعض ريليشن او علاقه. ونقصد بالديتا هنا تيبل، يعني مجموعه من التيبل اللي بينها وبين بعض ريليشن. طيب ايه انواع ريليشنز؟ عندنا 1 تو 1، وعندنا ريليشن 1 تو ميني، وعندنا ميني تو ميني. طيب الاكزامبل بتاعنا بتاع الجامعه، يبقى في عندنا ديبارتمنت او القسم، وعندنا ستودنت طالب، جدول بتاع ديبارتمنت، جدول بتاع طالب، ايه الريليشن اللي ما بينه؟ الريليشن هتبقى 1 تو ميني. يعني الديبارتمنت بيسجل فيه اكتر من الطالب. طيب في ريليشنز زي ميني تو ميني، ايوه في الداتا بتاعتنا زي ما نقول الستودنت والكورس. الستودنت يقدر يسجل اكتر من كورس، والكورس يقدر يسجله اكتر من طالب. فهي العلاقه ميني تو ميني، ودي الحقيقه محتاج نعمل لها نورماليزيشن، وهنتكلم بعدين عن النورماليزيشن. طيب ازاي كان الداتا بيز؟ هفتح الاكسس وبعدين اقول له بلان داتا بيز. بعد كده يقول لي هتسمي الداتا بيز ايه، واختار اللوكيشن. عايز اسجلها او سايبها في اي مكان، اختار براوز واروح مثلا على ديسكتوب واسميها باسم مثلا يونيفرستي، واعملها سيف واقول له كريت. كده كريت لي داتا بيز فاطمه، واعمل لي تيبل جديد اسمه تيبل 1. طيب انا عايز ابدا اعمل تيبل بتاع ديبارتمنت. فابدا بكل بساطه، يا اما اعمل رايت كليك هنا واختار ديزاين فيو، او فيو هنا واختار ديزاين فيو. هيقول لي اسمي اسم التيبل ايه، هقول له اسميه ديبارتمنت. اقول له اوكي، هيبدا يفتح لي ديزاين. هبدا انا عايز اعمل ايه، تيبل في ايه او الكولومز بتاعته، او الكولومز اي دي او ديبارتمنت اي دي. وهنا لاحظ هو اوتوماتيك عامل لي كي او مفتاح هنا، ده بنسميه البرايمري كي او المفتاح الاساسي. طيب ايه لازمته؟ ما هو له خاصيتين، ما بيتكررش ولا بيتكررش، يعني يونيك اند نوت لونج، لا يتكرر ولا يتكرر. السالري اقول له بتساوي في السالري بلس الفورس ماينس اكس، اي معادله عايز احسبها
عايز اعمل ليست زي ما يوتيوب كده، بتعمل ريجستريشن بيجيب لك الكانتري، اقدر اختار من الليست الكانتري بتاعتي، الجندر ميل ولا فيميل وهكذا. فالديتا اي دي هنعمله، ممكن نعمله اوتو رافر. في عندي كي نيم او البارت نيم، ممكن اعمله شورت اكستراكت اللي انا عايزه، ولكن في انا عندي عدد الاقسام محدود، عندي اربع اقسام او خمس اقسام، طالما هم عدد محدود ما تسيبش اليوزر يكتب اللي هو عايزه، لان كل واحد هيكتب بطريقه، ممكن واحد يزود حرف وواحد ينقص حرف، فبالتالي لما تعمل كويري او تعمل سيرش مش هيجيب لك كل الناس. انت عايز توحد حاجه لسه معينه وتخلي الشخص او الستودنت او الكاستمر او الادمن هيكتب البيانات يكتبها ازدق، ده لازم اختار حاجه اسمها لوك اب ويزر. الحقيقه في لوك اب ويزر بيجيب لك اختيارين، لو انا عندي الناس مجهزه تيبل او كويري اختارها، طيب انا مش مجهز لسه اكتب، هقول له I will type in the value that I do، هقول له next. طيب انا عندي الاقسام مثلا، عندي business، عندي accounting، عندي marketing، for example عندي economics، سيهم دول الباركينج بتاعتي، وانا هقول له limit to list يعني الكيس دي او طالب ما يكتبش اي حاجه بره الاقسام دي. جميل، واقول له finish. هترجع لي شورت تكست كده، ما فيش اي مشكله خالص. هنا هنقول الادرس او اللوكيشن بتاع الباركينج، سي برضه انا عندي الادرس بتاعي او اللوكيشن، يا اما يبقى في بيلدينج اي او بيلدينج بي او بيلدينج سي او بيلدينج دي. فابدا بكل بساطه اقول له لوك اب ويزر، وابدا اعمل هنا اقول له والله دي دي دي، وعايز اقول له ليميت ليست واقول له فين الباركينج هيد او رايت ليست. له تليفون، التليفون ممكن اعمله نمبر، والافضل اعمله شورت تكست، علشان لو حضرتك عايز تعمل البلس او عايز تعمل الزيرو، زيرو لقد الرقم، لو عملت نمبر هو بيشيل الزيرو، فانت لو عايز تحتفظ بالرقم كامل فممكن تعمله شورت تكست. هبدا اعمل سيف كده، سيف التليفون، هبدا اقفله، هبدا اكاري التليفون تاني، واقول له انا عايز اكاري التيبل ديزاين، اكاري التيبل المره دي للستودنت، هعمل الاس اي دي او الستودنت اي دي، واعمل له ممكن اعمله نمبر. طيب لو انا عايز نمبر بس عايز اول كل طالب مثلا 2020 او طالب 001، بس بشرط هو يبتدي اوتوماتيك ال 2020 دي في الطالب، فعندي تحت حاجه اسمها فاليو هخليها 2020 كده، اي طالب يفتح له ريكورد الاقي عند الاي دي مكتوب 2020 وانت حضرتك كده. طبعا لازم اخلي دايما دي عشان لا يتكرر ولا يتكرر. طب اس نيم في البلاي اعمل الشيرت عادي، عندي بعد كده ممكن اعمل الادرس بتاعه او اقسمها كانتري وبعدين سيتي، انا كتبت الدنيا كده بالسيتي. طيب السيتيز اللي عند حضرتك برضو ليست بتعملها لوك اب ويزر، مش مشكله خالص هنا كده، واقول له ليست، واعمل مثلا زي جيزا اليكس مصر سيتي، عباسيه مش هعمل منه تلست عشان انا عندي مضيف كود السيتس، واقول له فينش. هاجي هنا بعد كده عندي سيت اي دي سيت نيم السيتي، هيبقى عندي حاجه اسمها الكود نمبر، ايه الدكت نمبر ده؟ عندي طالب هيبقى مسجل في قسم من الاقسام، فلازم لما الطالب يكتب رقم القسم يتشيك في الجدول الرئيسي بتاع
عامل نوعه ايه، لازم نوعه يكون مطابق لنوع البارت نمبر اللي موجود في البارت دي او في الاقسام. كنت عملت هنا كوت نمبر او نمبر، خلاص يبقى لازم هنا يبقى نمبر. ما ينفعش اوتو نمبر ليه؟ لان بكل بساطه ما ينفعش افرض على الطالب القسم اللي انا سجله، بس انا بيجي القسم او اختاره نمبر. في عندي ممكن اعمل الجي بي اي بتاع الطالب، الجي بي اي هنعمله نمبر، بس لازم حضرتك تيجي تحت هنا عندك سايز وتخلي دبل او ديسيمال علشان يقبل الديسيمال بيسز او العلامات العشر. حضرتك عايز كام ديسيمال بليس؟ كام علامة عشرية؟ تقدر حضرتك بكل بساطة تقول علامتين ثلاثة أربعة. وجينا نقول أو الصورة بتاعة الثاني، الحقيقة هنا الصورة هتبقى نوعها أو إل إي أوبشن. لو أنا هضيف الميل بتاع الطالب، الميل بتاع الطالب هيبقى نوعه هايبر ميل. طيب عايز أضيف الفيرست ديت، الفيرست ديت هنا هيبقى ديت أند تايم. طيب عايز أضيف تاني هو دفع المصاريف ولا لأ؟ اقدر اعملها يس نو. اوكي لما تبرر كي اكد ان الكوري كي هنا او المساحه الاجنبي اللي هيتشيك على الكيبل الثاني نوعه نفس نوع ديتا من هناك، اعمل سيف واسال كده انا انشا التوتي الكيبل ده كده كده في الكيبل بتاعتي اهو. عايز اتفرج على الكيبل الاولاني هيبقى شكله كده، عايز اتفرج على الثاني هيبقى شكله كده. لاحظ السيف اي دي دي كنت عاملها 2020 اهو، البيت او التشيك بوكس عامل نو. تعالوا ندخل بيانات طالب، لا مش عايزين ندخل بيانات خلاص. لو انت عملت حاجه عايز تثبتها تيجي هنا رايت كليك تقول له ريكورد جيس، هقفل في تيبل هقول كلوز اول. طيب انا لحد دلوقتي انا ما عملتش ريليشن، طيب عايز اعمل ريليشن في تيبل. بكل بساطه هقول له داتا بيس تول، وبعدين هقول له ريليشن شيبس، واكليك على ديبارتمنت واد، واكليك على ستودنت واد. طيب حد بالغلط كده عمل دبل كليك هنا فدي اد برضه. فدي تاخد زياده فاعمل رايت كليك واقول له هاي، رايت كليك واقول له هاي. طيب انا عايز اعمل ريليشن بين ايه وبين ايه؟ بين ديبارتمنت اي دي وديبارتمنت نمبر. فبكل بساطة هكليك على ديبارتمنت اي دي ودراج ودروب اسحب كده لحد ديبارتمنت نمبر. طيب دي ديبارتمنت اي دي ديبارتمنت نمبر. طيب لو حد بالغلط عمل كده ايه الحل؟ حل بسيط جدا، ان انا اجي هنا كده وابدا اختار اقول له انفورس البيرسونال انتجريتي علشان يتشيك فعلا لما طالب يكتب الاي دي يتشيك ان هو موجود ولا لا. في عندي كاسكيد ابديت وكاسكيد دي. كاسكيد ابديت يعني لو عندي ديبارتمنت كان اسمه اكونتنج وغيرت الاسم بتاعه لاي اسم اخر فاوتوماتيك اتغير عندي الطلاب. كاسكيد دي لو انا ايضا سلكت ديبارتمنت اوتوماتيك الطلاب اللي عنده وهنا قايل لي ريليشن روح اي ونت تو مين فعلا باسمنت 1 هو مين، اقول له كريت هيقول لي كده ونت تو مين مظبوط. ابدا اسيف الريليشن بتاعتي دي واقفل كده. كده انا عملت ريليشن. الريليشن دي هتعمل لي ميزه جميله جدا جدا. لو انا جيت على الباسمنت هقول له الفيلد الاولاني عاملينه فوت ونمبر فابدا اسيبه شايفني ناحيتي. طيب هرجع دي ليه؟ عندي بس منها بزنس بس على اوتوماتيك كاتب من هنا الادرس. طب دي بينج ايه؟ الهاتف اكتب مثلا بالظبط تليفون اكتب اي تليفون على كارت اطلس 20 10 20 او 10 15 اي رقم. كده عادي جدا مش اي مشكله. تحت تحت ديبارتمنت
وهكذا. في الرابع هنقول مثلا سارة كده. انا عملت الداتا في الديبارتمنت. لو جيت افتح بقى الديبارتمنت نمبر 1 اللي هو بيزنس وعايز انسيرت جوه الطلاب، هل لازم افتح بيزنس؟ لا، الحقيقه الريليشن بتختار الحته دي. افتح بلس دي واقدر اضيفها الى كده هيجيب لي انت بس اللي هي 3.5.
عن الفرع واقول له اسميها مثلا ادرس او نقول كده وبسكوت جيم. طيب عندي كل خطوات اتنين دي كده. طيب لو انا عايز ما يبقاش سكوت يبقى على كيف، عايز بس لما تكمل فيه يقول لي السيت بتاعتك انت تعمل كده سكوير كاتب او الكاتب في المربع اللي هو على حرف الجيم اللي زايد عن حضرتك، واكتب هو اللي حضرتك عايزها عادي جدا. حاول انت تدور سيتي واكتب الكاتب كده، اول ما اجي ارن هيقول لي انت لو سيتي اكتب له دايره واقول له اوكي يجيب لي الناس بتوع دايره. طيب لو انا برضه نفس القصه الجي بي اي عايز اعملها الطالب يكتب فيها اقدر اعملها برضه دي خلاص. طب لو قلت اكبر من ازاي 20 هقول له هناك دايره اكبر من 20 هقول له دول معلم. طيب هقول له هرن تاني هقول له جديده خلاص. طيب سيبتها قفلتها خلاص انا عملت كتير عندي هنا. طيب عايز اعمل بدل ما دي بقى هنا بالطريقه دي بقى شكل فور كده او نموذج جميل عند الديبارتمنت هاجي بكل بساطه على كمية واقول له فور ويزر واختار من فوق التيل او التيل اللي عايز اعمل من فوق وليكن هناك باسمت هنا عايز اضيف التيل كده اضيف واحد واحد كده احمد واحد واحد تعالوا اضيفهم كلهم على فوق التعالي اضيفهم كلهم هعمل لك لك ويمكن اقدر اقلب في الاسم اللي تحت كده او اجيب كده العادي. طيب عايز افتح ريكورد جديد والعلامة اللي تحت دي سهل لما تقفل الصفرة تفتح لي ريكورد جديد ابدا اضيف فيه البيانات عادي وتفتح عندي هنا فور. طيب عايز اعمل فورم كتير نفس الطريقة دي في فور ويزر اختار من هنا بقى فيلم وبين دول ونكست نكست فينش هيبدا يعمل لي اهو الداتا برضه الداتا برضه اي اي ده عندي موجوده يا شباب خلاص قفلت دي كده. طيب في طريقه أو اخرى لعمل فور بسيطه جدا جدا دي ويزيد بس انت بس عملت كليك على هنا على فور يعمل لي تو فور اوتوماتيك اهو الحاجه دي كمان بيظهر لي ريليشن او السيب راوت بتاع الديبارتمنت جوه السيب بتاع كده مش هيرن انا ازاي ممكن على العلامه دي يبدا يشتغل عادي جدا الاقي دي كده جوه تقلب جوه يتقلب لي على الكام اللي خلاص يتقلب عندي اهو اقول له طيب ايه الخطوه الاخيره بقى لو انا عايز اعمل ريبورت عندي تقرير عايز اطبع تقرير فيه اسامي الطلاب مثلا اللي عندي دي مش عايز اطبعها بالمنظر اللي عايز منظر ريبورت يكون كافي فيه او مناسب للطباعه. طب كل ما صعب اعمل كريت وبعد كده بقول له اعمل ريبورت ويزر. طيب هجيب ده ماشي. طيب بس انا مش عايز اظهر الصوره عشان ما تكونش حي كتير فاشيل الفوتو من هنا المنظر ده وابدا اقول له نكس هنا يقول لي هيعمل لي جروبنج. يعني ايه جروبنج؟ يعني يكتب الاي دي بتاع القسم الاول وبعد كده الطلاب اللي جواه وبعد الاي دي بتاع القسم الثاني يعني الطلاب اللي جواه وهكذا. اعمل ده اللي عايز تعمل سورس بيست على ايه؟ عاوز سورس للسيم اي دي. طيب لو انت في الاول عملت سورس للجي بي هنا تقول له اسندنج ولا ديسندنج او اللي هو كده ديسندنج يعني في ريفورم. طب سي اثنين طلبه قالوا نفس الجي بي او لو في طلب من نفس الجي بي ايه على هنا بقى رتب حسب الاي دي تمام؟ واقول لك لك
هيبدأ يعمل لي ايه اهو، ديبارتمنت 1 هو مين، دايرته ديبارتمنت 2 وهكذا. هلاقي ممكن الاقي ايرور كده عامل لي هاشز كده او علامه الهاش مش اوبشن باك عند مجموعه من دي. دي معناها ايه؟ دي معناها ان او الكولوم صغير محتاج حضرتك تغير السايز بتاعه. طب اغير السايز ازاي؟ كل ما تقطع تعمل رايت كليك وتقول له ديزاين تقديم، وتيجي هنا كده لو عايز كمان تقلب فيه هنا اي كلام تاني اخر عايز تقول لها تعمل كده اهو ده مثل كده ايه؟ 4 4 هنا كان ايه المشكلة عندي؟ كانت المشكلة عندي في ايه؟ ستودنت اي دي. فابدا اعمل ايه؟ ستودنت اي دي كده ممكن احركها شوية او ممكن اجي هنا عندي احرك الفورم دي كده شوية من هنا من فوق يا شباب من هنا كده وابدا لو انا عايز اطبق الجي بي اي ممكن اصغرها شوية مش مشكلة الجي بي اي اصغرها شوية كده مش مشكلة هاجي هنا واكبر دي واكبر دي كده مش مشكلة خالص هاجي اعمل دي تاني الاقيها ظبطت معايا عندي حاجة برضه في الاخر كده مش ظاهرة عندي كده اعمل برضه زي دي ولا هنا هكبرها عادي جدا كده اهي كبر هنا كده اهي وابدا ارد وابدا يجي لي الدرس دي تستنى عادي جدا اعمل سيف وكلوز او الريبورت عندي موجود اقدر افتحه ايوه طيب عايز اعمل ريبورت ليه؟ لاي حاجه الكويري لاي خلاص بقى انت بتعمل كليك وتقول له ريبورت ويزر تفتح من فوق كم كويري او ديبارتمنت او اي حاجه عايز تحطها تطلع تعمل ريبورت للديبارتمنت اعمل ريبورت اهو اهو كده واعمل لي ريبورت اهو مرفوع شكله مناسب لي كده نكون عملنا خمس اجزاء رئيسيه عندنا الاول الستيت تيبل الستيت داتا بتعمل الريليشن شيب بعد كده بتعمل الفور بعد كده بتعمل لو عايز تعمل كويري وريبورت مناسب للاجتماع. أتمنى تكون